مرحبا بكم بهالدرس نتكلم عن التايمرات اللي يميز زيليو سوفت كثرة تايمراته. يعني عندك عدة أنواع من التايمرات، ماكو حاجة تروح تصنع دالة خاصة بيك حتى تسوي لك فلان شي أو تسوي لك فد أون أوف أو تسوي لك فد ديلي معين. بيك كثير من التايمرات راح تغنيك عن باقي التايمرات. فتروح على الاف بي دي، عندك تايمر اي سي وبي والاتش والال والاي والبي والدبليو. كذلك عندك تايمرات بين سيت بوينت، ان شاء الله نشرح فيديو منفصل. اول شيء خلينا نتكلم عن هذه التايمرات اللي ما بين سيت بوينت. فراح نسحب اول تايمر، هذا التايمر مكتوب عليه تايمر اي سي. اول ادخال راح يكون ل الاكتيفيشن اللي راح يفعله وراح يخليه يشتغل. اوكي، ثاني ادخال راح يسوي له ريسيت، هذا راح يكون ريسيت. إذا نكتب هنا وهذا الاوتبوت راح يشغل لك فد شيء معين، فد اوتبوت معين. زين، هذا بداخل التايمر. لو تضغط على دبل كليك هنا بالباراميتر راح تلقى عندك اليونت، تقدر تخليه يشتغل جزء من الثانية او ويا السايكل ما سي بي يو او تخليه ثانية. راح اخليه بالثانية، ومن تخليه بالثانية راح تطلع عندك عدد الساعات، عدد الدقائق وعدد الثواني. ايضا بي اون ديلي وبي اوف ديلي. راح نتكلم عن الاون ديلي. اون ديلي راح ياخر لك بدايه التشغيل، يعني انت تضغط البوش بوتوم ورا فتره معينه كان تكون 5 ثواني. اوكي اوكي، بعد 5 ثواني يلا يشغل لك هذه الفان. اوكي، لو نكثرها اكثر حتى تبين بالفيديو، حتى 7 ثواني. راح نشغل السيموليتر، اضغط رون واسوي ستارت. شوف ماكو اوتبوت، بدا يعد 1 2 3 4 5 حد لان ماكو اوتبوت. بالسبعه يلا صار عندك اوتبوت. اوكي، ومن ترفع ايدك راح يرجع الى وضعيته الطبيعي، يعني دائما يحتاج انه اكو انبوت مصلب عليه. اوكي، من الموجه اللي مرسومه عليه واضح انه واضح انه لما ما انت تشغل هذا الفوق، لما ما انت تشغل بوش بوتو مالتك راح يسوي لك ديلي وبعدها يسوي لك اون، وهذا الاون يستمر ما دام انت ضاغط على البوش بوتو. اوكي، ممكن هنا تخلي سيت اند ريسيت. زين، هسه نجي الى الريسيت. الريسيت اني فرضا ضغطت، هو جاي عيد ووصل لثلاثة واربعة وضغطت ريسيت، ريسيت راح يرجع من الصفر يعني. فهذه هذا عمل الريسيت، او هو سوى الاوتبوت وانت ضغطت ريسيت ايضا راح يفصل لك الاوتبوت لان رجع الاكيوميليتر مالته صفر. اوكي، خل ما نطول، نروح للنوع الثاني دبل كليك الاوف ديلي. الاوف ديلي ممكن انا بالاون ديلي خليت 7 ثواني، ممكن بالاوف ديلي اخلي 10 ثواني. الاوف ديلي هذه تايمرات اساسية بكل بي ال سي تلقاهم، الاون ديلي والاوف ديلي. الاوف ديلي راح ياخر لك الاطفاء، يعني اني اطفي ولكن ما راح يصير عندي اطفاء الا بعد كذا ثاني. ممكن تستخدمه في تبريد المضخات وغيره، تطفى المضخة وتبقى مثلا منظومة التزييت او غيرها تبقى شغالة لفترة معينة حتى تسوي لوبريكيشن او غيره. المهم هذا بالنسبة للاوف ديلي. هذا الاون ديلي خلينا 5 ثواني او نخليه صفر حتى لا يصير اشتباه عندك، والاوف ديلي خليه 10 واليونت ثانية. اضغط اوكي، سيموليتر رن، وثم اضغط على الستارت. من تضغط على الستارت اوكي اشتغلت اشتغل الفان مالتي، اشتغل البامب مالتي. المهم بعد ان طفيت هذا الشيء سويت ستوب راح يبقى شغال بمدة. شوف هذه المدة اللي جاي تعد 4 5 6 7 حد ما توصل للعشرة يلا يصير عندك اوف. هسه هذه التايمرات اللي جاي ناخذها هي ما بيها اوتبوت، العفو ما بيها سيت بوينت، يعني انت اني كمبرمج سيتتها على 10 وخليت الاون ديلي 5. اوكي، بعد ما اقدر اجي واسوي لها سيت بوينت مره ثانيه الا اغير بالبرنامج مالتي، مو مثل اللي بيهن سيت بوينت. ان شاء الله نشرحهن ب
بالفيديو القادم. زين هسه خليت 5 الاون ديلي و10 الاوف ديلي، راح اسوي سيموليتر، اضغط ران، اكو تاخير جاي تشوف بعد 5 ثواني سوالي اون، من ارفع ايدي من البوش بوتوم راح يعطيني تاخير 10 ثواني يسوي اوف. اوكي هذا هو الاساس في التايمر، انت لازم تعرف الاون ديلي والاوف ديلي، لازم تفرق بيناتهم. خلينا ناخذ باقي التايمرات قبل لا يصير مقطع الفيديو ممل. عندنا البي والاتش، البي والاتش دبل كليك، ايضا بيهم سيت اند ريسيت، خلينا نسحبهم نفسهم هذول هنا. عندك هذا السيت وعندك هذا للريسيت. اوكي زين دبل كليك، راح اختار اليونت اخليه ثواني وانطي وقت فرضا 5 ثواني. زين بالخمس ثواني شوف ايش عندك، عندك فانكشن بي وعندك فانكشن اتش. فانكشن بي يقول لك لو اجت نبضه انا راح احسب التايم مالتي، ما علي هذه النبضه بقت مستمره او لم تبقى مستمره. بكل الاحوال اني راح احسب التايمينج، راح يشتغل عندي التايمينج اذا اختاريت فانكشن بي. مثلا اسوي سيموليتر ران، او احنا ما ربطنا الاوتبوت، العفو خلينا نربط على هذا المصباح سيموليتر ران، راح انطي نبضه وارفع ايدي، يبقى يعد هو 2 3 4 5. اوكي فهنا اللي صار انه لو ترجع لهذا التايمينج مالته، شوف بالتايمينج مباشره يعطي اوتبوت، والاوتبوت يبقى مستمر حسب الزمن اللي انت تختاره. بعد هذا شوف انت وين يناسبك بالعمل، يعني طيت نبضه، هذه النبضه راح تستمر بالعمل الى ان تتوقف مده 5 ثواني. زين ناخذ النوع الثاني اللي هو الاتش، فانكشن اتش. هنا يقول لك لازم تبقى مستمره اشاره الدخول، وحتى لو تزيد عن التايمينج، تزيد عن 5 ثواني راح يقطع الاوتبوت مالتك. اوكي راح يضمن لك بانه يعني اني اريد اسوي في الدائره معينه اسيطر عليه، محرك 3 فيز اريد اسوي ستار دلتا، حتى لو المشغل يبقى ضاغط على البوش بوتوم المحرك ما راح يبقى ستار لفتره طويله حتى لا يصير به عطب معين. بالتالي هنا يعني اضمن بانه اشتغل كذا ثانيه ما اشتغل اكثر. اوكي هسه اني سويته نوع اتش، وراح ابقى ضاغط على البوش بوتوم ونشوف شو يصير. راح اضغط ران، ابقى ضاغط على البوش بوتوم، هو جاي عد، شوف حتى لو استلم الاشاره من عندي ماكو اشكال، سوالي اوف. فهذا يضمن لك بانه الاوتبوت مالتك اللي رابط عليه ما يصير به مشكله، ما يصير به اعطال. لذلك هذا ايضا يعتبر تايمر مفيد جدا. والريسيت هو عمل انه يرست الاكيوميليتر مال التايمر. التايمر الثالث عندنا هذا التايمر ال LI، هذا التايمر جاي تشوف انه انت ما بفد ريسيت. هذا التايمر وظيفته يسوي لك بلينكينج، يسوي لك اون اوف. زين خلينا نربطه على اللايت. اوكي دبل كليك، راح اخليه ثواني. زين عندك فانكشن ال اي وعندك فانكشن ال، الفرق بيناتهم فانكشن ال اي تختار بيها بالاون تايم، تختار فد زمن معين. اوكي فرضا اختار ثانيتين اون وثانيه اوف، من راح اشغل راح يعطيك ثانيتين اون ثانيه اوف، ثانيتين اون ثانيه اوف. اوكي لحد ما انت توخر ايدك من البوش بوتوم راح ينتهي هذا التايمر، فراح يعطيك بلينكينج حسب الاشاره الداخله، مو شرط بوش بوتوم، ممكن يستلم اشاره من كاونتر، ممكن يستلم اشاره من اي مكان. فمن راح اشغل شوف يعطيني ثانيتين اون ثانية واحدة اوف، ثانيتين اون ثانية واحدة اوف. زين هذا بالنسبة لل LI. بالنسبة لل L ايضا هنا ما تقدر تخلي الاوف صفر لانه راح يبقى دائما شغال، فلازم اكو فرق بيناتهم. زين وتقدر بعد اضافة الى هذا تقدر تخلي number of flashes،
وهناك كاتب لك 32767، تقدر تختار عدد الفلاشات، يعني ما تريده يبقى مستمر يسوي فلاشينج، او مده الفلاشينج ايش قد تريده يسوي. فرضا اريده يبقى ساعه يسوي فلاشينج او 5 دقائق، او هنا يبقى مستمر بالفلاشينج ما ينقطع. انت هذا الشيء راجع لك. انا راح اخليه مستمر. اوكي طيران، حطي اون اوف اون اوف. اوكي هذا النوع الثاني. عندك اذا تخلي مدة الفلاشينج، فرضا اخليه 12 ثانية. اوكي اسوي سيموليتر الطيران واضغط على ستارت. هسه هنا صار عندي تايمر للاون اوف، وعندي تايمر ثاني هذا اللي بالاسفل 7 8، هذا راح يوقف لي التايمر كله حتى لو اكو اشارة تفعيل اكتيفيشن. شوف توقف عندي التايمر، ليش؟ لان فرضت انه يشتغل بمدة زمنية معينة. زين هاي 3 تايمرات، اتوقع بقى عندنا التايمر اللي هو هذا يعطيك نبضة اذا تغيرت الاشارة. فرضا هذه الاشارة اذا تغيرت الاشارة من الاوف الى الاون، يعني عندك هذا البوش بوتوم طافي وصار اون، ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك نبضة، بالعكس ما يعطيك نبضة. واذا تغيرت الاشارة من اون الى اوف، يعني هذا البوش بوتوم مشتغل وانت اجيت طفيته، راح يعطيك اشارة. اوكي واذا غيرت من الاوف للاون ومن الاون للاوف، يعني اذا اي تغيير صار بالبوش بوتوم او بالاشارة القادمة لهذا التايمر راح يعطيك اوتبوت. طبعا هنا الاوتبوت راح يكون سريع جدا، فراح نستخدم ويا السيت اند ريسيت. هذا السيت اند ريسيت حتى تبين عندكم، لانه ما راح تشوفوها جدا تكون سريعة. ما اعرف بالحياة العملية ممكن بالبي ال سي تبين، بس هنا ما راح تبين عندي. اوكي خلينا نحذف القديمات. هسه هذا عندي التايمر. زين هنا شنو اختارينا؟ من الاوف الى الاون. اوكي من الاوف الى الاون راح اسوي سيموليشن ران. راح هسه هو اوف، راح اعطيه اون. شوف عبر نبضه اشتغل. شوف هنا ماكو نبضه، هنا نبضه ماكو، فقط نبضة صغيرة راح اشغل لك هذا السيت اند ريسيت، وهنا الموتور عندك جاي يدور. زين بالحالة الثانية راح من الاون للاوف ينتقل، من الاون الى الاوف، يعني بالسيموليتر هسه بوضع الاوف ما راح يصير شيء، من الاوف للاون ما صار عندي اي شيء، الموتور ما اشتغل، ولكن من الاوف راح احوله اون، راح تنبضه لل SR وشغل لك الموتور. اوكي وممكن تخليه بالحالتين اللي هي اوف اون والاون اوف، تضغط ران وتضغط البوش بوتوم كذلك. من ترجع ايضا هو بقى مشتغل فما راح يبين عندك. لذلك هنا عرفنا 4 انواع من التايمرات اللي ما بين سيت بوينت. هنا خلينا نسوي ريسيت حتى يبين عندكم بالحالتين. بالاون اشتغل، خلينا نرسته و بالاون اشتغل رستنا، وبالاوف ايضا اشتغل. اوكي فهذه الحالتين اللي صارت عندك. زين حد هنا كملنا 4 تايمرات، بقت لنا جماعة السيت بوينت. ان شاء الله نكملهم في الفيديو القادم. هنا اشكر متابعتكم.